دين السماحة والسلام، نهج التسامح والوئام، أمن القلوب ربيعها، صلح وعفو وانسجام، يا دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام، هي دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبش السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يقربنا إليك. مرحبا بكم إخوتي وأخواتي، أريد أن أتحدث إليكم بموضوع يمس حياة المسلمين جميعا، وهو موضوع المواطنة الصالحة. وسأتعرض لهذا الموضوع من خلال موقفين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول هذين الموقفين موقفه بأبي هو وأمي عندما هاجر من مكة المكرمة، فنظر إليها وخاطبها بلسان محب يخاطب حبيبه، فقال: إنك أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. والموقف الثاني كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة مباشرة. وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أخلاطاً من الناس، فهم يتكونون من المهاجرين الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ومن الأنصار الأوس والخزرج الذين ما لبثت الحرب بينهم أن انطفأت قريباً، ومن اليهود الذين كان لهم قبائل ثلاثة في المدينة. أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني دولته الناشئة الفتية، فكان لابد كقوام لأية دولة من ربط نسيجها ربطاً محكماً، فربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بالأخوة الشهيرة التي ضرب من خلالها الأنصار أروع الأمثلة في الإخاء الحقيقي. لكن المكون الثالث وهم اليهود الذين كانوا أصحاب أرض في المدينة المنورة في ذلك الوقت، كان لابد من إدراجهم في نسيج المجتمع، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رابطاً يربطهم بالمسلمين من المهاجرين والأنصار إلا رابط الانتماء للأرض، وهو الذي صار يعبر عنه في لغتنا المعاصرة بالمواطنة. فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم دستور البلاد، وكان يسمى في ذلك الوقت بالوثيقة، دون في هذه الوثيقة ما سبق به مواثيق الأمم كلها في معنى الإخاء الوطني، ومعنى الانتماء للأرض، ومعنى الدفاع عن هذه الأرض. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين واليهود أمة دون الناس، أي أدرج اليهود مع المسلمين في مفهوم الأمة. حقا
هو ليس مفهوم الأمة الإسلامية، لكنه مفهوم الانتماء للوطن الذي لا يعارض أبداً من قريب ولا بعيد الانتماء للدين الإسلامي. فالمسلمون بعثهم الله عز وجل مبشرين ولم يبعثهم منفرين. المسلمون بعثهم رسول الله، بعثهم الله سبحانه وتعالى ليتعايشوا مع من كان قبلهم من الأديان تعايشا سلميا رائعا، لم تعرف الأمم قبلهم ولا بعدهم مثل هذا التعايش الذي عقدته يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لو كان الدين الإسلامي ديناً إقصائياً لا يعترف إلا بوحدة الانتماء، فكان بمقدور رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجبر اليهود على الدخول في دين الإسلام أو أن يجليهم من مدينته الجديدة، وكان لديه من القوة ما يستطيع أن يفعل ذلك به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتعايش معهم وأجلاهم بعد ذلك، لا لأنهم لم يدخلوا الإسلام، وإنما لغدرهم بالوطن الذي كانوا إحدى أهم مكوناته. والحمد لله رب العالمين. دين السماحة والسلام، نهج التسامح والوئام، أمن القلوب ربيعها، صلح وعفو وانسجام، يا دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبشو السلام، هي دعوة الخير التي نادى بها خير الأنام، هي نفحة الحب التي حملت لنا أبشو السلام.